وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، أحد أهم منجزات الجمهورية الجديدة هو دعم وتطوير كفاءة القوات المسلحة. كيف ترى إنجاز الدولة في هذا الملف الحيوي خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم؟ لا شك ان القوات المسلحه شهدت خلال الفتره الاخيره العديد من التطوير في كافه الاتجاهات، وخاصه زي ما تفضلت حضرتك قلت في اتجاه الكفاءه القتاليه بمفهومها الشاب. الكفاءه القتاليه ليست الامارات الاسلحه فقط، ولكن هناك اهتمام بالتدريب ضد الانضباط، الاهتمام بالروح المعنويه للمقاتل ايا كان هذا المقاتل، التحديث في الاسلحه والمعجزات في الاستخدامات، التدريبات المشتركه، التجهيزات الهندسيه والاداريه والدعاشه لكافه هذه القوات. وانت حضرتك تناولت هذا كله، الحقيقه انا بخصص تاني في اللهجه ان في اتجاه مجال التسليح احنا تعاملنا مع العديد من الدول، وذلك لبناء لكافه افرع الرئيسيه للقوات المسلحه، القوات الجوية مع فرنسا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، القوات البحرية برضو مع فرنسا ومع العديد من الدول، ألمانيا وإيطاليا برضو. في مجال الدفاع الجوي هناك تطوير قوي جدا في مجال الدفاع الجوي، وهناك أيضا المعارض الدولية التي تقام بنصف على رأسها إيدكس 1 وإيدكس 2 الذي شاركت في العديد من الدول، وصل شيء الى 41 دوله في ساحه تقريبا 2، وفيهم 373 شركه عالميه و256 موظف رسمي شاركوا في هذه المعارض. بالاضافه لشيء مهم جدا وهو الاهتمام بالصناعات الحربيه المصريه، خاصه في كافه المجالات، وده كان واضح جدا في التطوير، وفي تم عرضه من اسلحه ومعدات ومركبات ومدرعات، وحتى اسلحه الرادارات الكشف والطائرات المسيره، وكل ده الحقيقه بيصب في مجال الحرب الحديثه او المعاصره، والتي يعني بتشمل حاجه مهمه جدا الان وهي ما نطلق عليه او ما نسميه حرب المعلومات ومشتملاتها السبعه. الحمد لله قواتنا المسلحه كل ده الحقيقه بتتناول وبتتناول بكفاءه عاليه جدا، وده بيبقى واضح حتى من خلال التدريبات المشتركه التي تتم مع كافه الدول سواء كانت عظمى او صغرى او جزء او اشقاء او في المنطقه. كل هذا بالكامل الحقيقه بيصب في صالح الكفاءه القتاليه وتطوير القوات المسلحه. نعم سيادة اللواء، يعني يمكن خلال التقرير تم ذكر أن قاعدة محمد نجيب العسكرية تعتبر أول قاعدة عسكرية على أرض مصر أو للقوات المسلحة، معنى ذلك يا فندم؟ الحقيقة قاعدة محمد نجيب يعني حتى زي ما تم عرضه في التقرير بنقول عليها قاعدة متكاملة بتشمل كافة عناصر القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية بقدرة عالية جدا وبامتياز، وبتستخدم يعني في وخاصه في ميادين تدريب المجهزه بالنسبه للتدريبات التي تتم فيها، وده واضح حتى في من خلال التدريبات المشتركه التي بتتم وخاصه مع الولايات المتحده الامريكيه والعديد من الدول التي تشارك تحت مسمى النجم الساطع، ولا ننسى التدريبات المشتركه مع الدول العربيه الشقيقه بالكامل، وايضا مع السودان الشقيق، بالاضافه الى مجموعه دول الساحل والصحراء والتي تكافح وتقاوم الارهاب بشكل سوى. اذا من هذا المنطلق بنقول ان هذه القواعد او هذه القاعده بالذات تعتبر هي طبعا في الاول الاوائل كانت البدايه، ولكن الحمد لله دلوقتي احنا عندنا العديد من القواعد العسكريه على كافه الاتجاهات، الحدود الغربيه فيه، على الاتجاه الجنوبي موجود، وطبعا هنا باكد ان كل هذه التطويرات وكل هذا التدريب وكل هذه القواعد ليس الهدف منها يعني نحن جيش رشيد، يعني في الاساس هو صيانه الامن القومي المصري بكافه مجالاته وبكافه اشكاله وكافه سوى. نعم. هو ده الحقيقه الهدف من الجيش. تفضل. نعم.
إذن هي نقلة نوعية غير مسبوقة في تسليح القوات المسلحة. السيد اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا جزيلا لك.